وقتي بس النبي اعمل لي قهوه عشان افوق. اش من القهوه؟ راه نهار الاول في رمضان. عواش مبروكه رمضان. اه ما حدش قال لي ليه. وانا قلنا لك البارح انت ما ديتي ما جبتي. لا انت ما تسحرتش ولا عملت اي حاجه. لا حتى هو كان في الحجر الحجر الصحي. داكشي علاش ما عرفناش نخدم. يا زوز انتوا بتغفلوني يا زوز. يومني ما تعرف عرفتيش رمضان راه حتى هو كان في الحجر الصحي. طب هي الساعة كام دلوقتي؟ ثلاثة. طب والمغرب بيأذن الساعة كام؟ 7:10. مازال ما بقالك والو غير صبر. طب انا هقوم اصلي الظهر بقى كده و... يلا الله يخليك و... وبعد كده انام لي شوية. ايه سمي في ايه؟ صايم. ازاي صايم وماسك اكل في ايدك يا سامي؟ ازاي؟ هو صام نص النهار. جاي تفطر قدام انا؟ لا ما فطرتش حتى دابا. ماشي يا سامي. كل يا حبيبي كل. كل يا بابا. بغيناكيك بغيت نشرب لك. كل يا حبيبي. انت بتاكلني؟ بتاكل بدالي؟ ماشي. كل يا حبيبي كل. دابا هو ياكل عنده الازر وحنا ما عندنا ازر. اعطيه لك حيت حنا صايمين بالجميل. ما هو قال عنده الازر كياكل عفوي من عنده الازر. المفروض تسوق يا سامي. المفروض تسوق. ماشي؟ لازم تسوق. جرب سوق. يا اما لو عايز تاكل كل في اي حته. كل في الحمام عشان انا ما بشوفكش. اكل يا ولدي كل وشربوا الخريع. الى صبر على هذا الشيء راه عنده الازر كثير. يشوفك انت كتاكل غادي يكون عنده الاصل. ما تشرب ميه يا سامي. اشرب ميه. الماء. اشرب ميه عشان انا عطشان فاشرب لي معاك. اللهم اني طالع. يا زوز. غادي يقوم اكل. على هذا الحال بقى لي 10 دقايق صح يا زوز؟ فهطلع اريح شويه كده في السريع وانزل لك على العصر كده ولا قبل المغرب. كده هفوق عشان اصلي العصر. اخر والله يجيبك على خير. الله يخليك والله يصبرك. الله يصبرك. يلا عايز حاجه جيبها لك وانا جاي من فوق. اشغل تجيب لي اشغل تجيب لي ما تجيب لي احنا في الحجر. تجيب لي الحجر احنا فيه. عادي يعني صوم وحجر عادي يعني ماشي. لا حجر جيب لي حجر بامتياز. دابا راه حجر بامتياز. ماشي يا زوز يلا سلام. يا احمد وصلنا. طلع شد بلاصه وحده وانا كنجفف. انت طالع هابط خذ قنت واحد نشف وطلع هبط كيف بغيت. طب انا طلع انا ما وريحك خالص. يلا سير طلع تنس. خلاص كده؟ اه صحيني على العصر. ما عندي ما صحي فيك تصحى راسك. ماشي ما تصحينيش. ما طلع ما غتصحيش. ماشي اول يوم رمضان. جميل والله جميل. الساعة دي بايظة ولا ايه؟ بس عشان ابقى فاهم. استغفر الله العظيم يا رب. وبعدين انا عايز اعرف. انا عايز اعرف ايه ده فيه. وبعدين الساعة دي ما بتتحركش ليه؟ لا أكيد بايظة. الوقت كده أنا حاسس إن أنا نايم بقالي بتاع 3-4 ساعات. ماشي
لا أكيد أكيد. إيش دخل كدير؟ إيش تاني بطمن عليكم؟ ما زال وقت الفطور. عادي عادي عادي. علاه بنتي دوز الوقت؟ علاش حليتي الثلاجه؟ بطمن عليك. وكنشوف اش كيدير، دخلت هو مزاحم معنا في الثلاجه. انا غلطان، بطمن على الاكل اللي في الثلاجه. ما دار والو. طمن عليه يلا. فضل كثير؟ شويه ولدي شويه، غير شويه. هاني ثاني؟ لا كمل كمل. يا قلتي طلعت نعس. ما انا طلعت نعست وصحيت ونعست وصحيت والساعه ما تتحركش. لا وهكاك الساعه، الساعه في رمضان كتبقى دير لك واتك واتك. قاش دير تك 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 تك. لا كدير وات. انا يلا هنا مستني. شنو كتسنى؟ يودن الفرق ورا مازال النهار الاول كيجي شويه ثقيل، النهار الاول ونهار الاخر هو راه شاف بابا هما ما كيفطروا، راه جا الجوع. فطروا قبلينا، فطروا قبل منا وشافهم كيفطروا، فطروا قبلينا وجا الجوع. معليش مازال مازال واحد شويه بقى واحد الساعه. ماشي صرت نعشي شوية تيقرب ونفيقوك. طيب ماشي انت صح، انت صح. اعمل حاجة مع مالك. القديمة او تناولنا المثلجات ونقوم بالامور العادية عندها. ايش كدير احمد؟ مستني الفطور. وباقي الفطور باقي لي نص ساعه. ماشي ما انا مستنيه. ولا بقيتي كتحسب راه غيجيك الجوع؟ خليه حتى يوصل، سير تكا حتى يوصل الوقت. معلش معلش عادي ما فيش مشكله، انا فرحان كده مبسوط. ايوا بقى جالس. انا مبسوط كده. مزيان. فاضل قد ايه؟ نص ساعه. لا لسه ما باقي نص ساعه. ديك نص ساعه الاخرى كتجي ثقيله. انت لسه ما فيش دقيقتين قلت نص ساعه. قلت لك باقي نص ساعه. ايوا. ايوا. راه هي الساعة، شنو الفرق ما بين الساعة والساعة؟ راه قلت الساعة الأولى ولا الساعة الثانية؟ ونوض. أنا مبسوط. وخليك جالس. أنا مبسوط. الساعة كام؟ ها؟ الساعة كام؟ ستة ونص. لا شادي أنت باغي نلعب شوية. نلعب شوية باش تلف هذا. راه باش ما تحسش بالفراغ والملل. أنا قاعد مستنى. ثواني سامي سامي ثواني، أنا قلت ثواني. ما قال والو. يلا. الوشوشه بتاعتكم دي بتطلع يا جدعان من المصحف. دابا نقطع ولا نخلي؟ انت هتقطع هادشي. سير سير عاودي. يلا. اتكلم يا عم عادي، عايز تتكلم اتكلم. فاضل قد ايه برضه؟ نص ساعة. برضه؟ نص ساعة دي ما بتخلص؟ واحد عاد كنا كنهضروا دابا باقا نص ساعة. ماشي. ما نشوف اخرتها. هتبقى تحسبها نص ساعة كاملة؟ قاعد انا موريش موريش حاجة. لا غير قلبت لا انا موريش حاجة. حاج انا ورا، تعالى اجلس جنبي تعالى تونسني. دير موسيقى دير سميتو. موسيقى ايه بس حاجة هنسمع قرآن يا حاج. خليني غتجيبها في الفطور مع ذوك الفراش مع ذوك المعالق وديك الدقة فوق الطابلة هي هذيك غتكمل كلها يكمل الايقاع كامل. ولع الدنيا يا زوز. لا لا غير لعب لعب. احمد داكشي اللي ما لعبتيش. احمد هبط فطر راه ودن. ايه هو ده المغرب؟ اقسم بالله هذاك طاح. المغرب والمصحف الشريف. واش هادشي فيه كذوب؟ ما تاكليش ليه؟ الحمد لله شبعت. خلاص كده؟ النهارده هاكل لغايه بكره. مزيان بالصحه. لا لغايه الفجر عشان بس احنا سايبين يعني. قبل ما نختم نقول رمضان كريم.